كيفك خيي ابو شاهين؟ اهلا صاطين تنير شقالات، صيتين تنير شقالات. لك هيك بتزت الشقالي بيتين يا مزبي، جاي من عندك ولي. ولك اهلا وسهلا بالصبايا، ولك اهلا وسهلا بالعين الكحلة، ولك اهلا، ولك اهلا اهلا، ولك اهلا وسهلا من الرومي. ولك يا عيني شو مهضومة وقت اللي بتحن علينا، الله بيفرجها علينا. ولك شو بحب حكياتك يا ابو شاهين، جبت لي وصيتك يعني. ولك جبت بعيوني ورمشي، ريتك على قبري تمشي. فضلك. شقد شقد معيب عليك تحكي الحكي، حيواني انت. يقولي ساعه ما تغزل فيك تيجي تقولي لي بشقد، هودي هدية. ولك شو حالك يا ابو شاهين؟ يعني هيك يا كتير. ابي يغلي عليك شيء. روح روح مثل ما بدك. بدك شيء؟ بدنا الرضا. وين بدك تعمل لنا فنجان قهوة؟ ان شاء الله. ولك اهلا. ولك اهلا اهلا. شو اللي اعطاك هني؟ ولا شو ما دفعتي له حقي؟ هاي تياب داخلي جاب لي هن هدي. ولا شو تهديكي ابو شاهين الزفت تياب؟ شو بده منك اه؟ ولك شو حالي؟ غرتي؟ اسمعوا يا الله، ولك يا بنت كان ما يطلع فيكي مثل واحد ازعر ما يحكي بنت شارع. ولك وحدك انت بنت شارع. ولك يا دبي معني ما سبيك، بس وحق الله خايف عليكي. ولك شو بتخافي؟ ما في شيء بخوف. ماشي يا نرمي، والله ماني مفهمك. بس والله اللي ما تعمليه مملة. يا جماعة الخير بعد إذنكم أنا بدي أحكي كلمة. إيه خي أبو عامر، مثل بتعرف الولد طلع خياك، وهذا بيعني إنه له حق بورتة بيو الله يرحمه الرحمن الرحيم. وأنت زلمة آدمة وبتعرف الله منيح، ولازم توفي حق خيك عليك. ولك شو ما تقول هند؟ والله مثل ما سمعتي يا خيتي، هلق مزبوط عمره ما صارت انه الواحد بعد ما مات طالب بحقه من ورثة اهله، بس بالله يا خيتي الحق حق. بالله هند ابرزك عقل. ابو عامر شو حالك خيي؟ دايسين بساطك نحن ما سمعانه شو ما يقول. يلا سفرة دايمي، ولازم تصفي زمتك قدام ربك. ولك هند شو ما تخبي؟ عمي الشرع بيقول نص الورثة لبدر. ولك بدر مات وشبع موت. بالله هلق مات، وهالعزيمة على شرف مين معمولي لك ها؟ والله سمع جديدي قانورتي. استغفر الله العظيم. ولك هذا حق حق. ولك اي حق ها؟ اي حق انت بتنصب علينا؟ لك ولك لا تغلط ها، ما بسمح لا تسمح ولا حدك 60 جنة ما تسمح. خلاص طولوا باكين يا جماعة، كملوا اكلكين وبعد الغدا بنحكي. بسم الله الرحمن الرحيم. أقسم بالله قصة بتحط العقل بالكف. يعني معقولة يتجرأ إنه يطالب بورثة؟ وأنا اللي قاهرني يا أستاذ موقف بي. إيه كمان أبوك مبالغ بطيبته يا، يعني بده يعطي نص الأرض وفوقه كمان 20,000 حقه من البيت. لك وين صارت هي وين صارت؟ كل العالم دخلت بالقصة وبي معنّد، قال شو الولد خيو وبده يعطي حقه بالورثة. كيفك بالله؟ شوف عمير، موضوع التقمص وارد بكثير من الطوائف، حتى انه موجود عند الهندوس والسيخ كمان، بس ما في اي حدا حكى عن الميراث. بيقولوا انه الروح بعد ما تطلع من جسم الانسان بعد ما يموت ممكن تحل بالجسد طفل ولد جديد، بس موضوع انه الولد يكون له ميراث هي سمعة جديدة. لا وما صارت بحياتك. والله بعرف، صار لي يومين أما أحسن أقرأ ولا كلمة من هالقصة. العمى بشرف النصب فنون، وهذا الزلمي عمل عملة جديدة تتطرخ بعلم النصب أقسم بالله. بس إذا هذا قرار أبوك يا سيدي مالك حكي طاول طاول. ها العمى
والله سمع. أنا آسف شر البلية دي ما يضحك. رزق أولادي أفرط فيه، وإذا بدك العالم تضحك علينا بتطلقني فورا. لك هنشوف فكر. ولك هذا خيه، خيه بدر يا صفي، خيه السبق اللي خيه. ولك خيك مات. الله سبحانه وتعالى بعتني لهالعيلة لساعدين مشان يتربى هالولد بشكل كويس. ساعدين فهمنا، بس تعطي نص الأرض. ولك بي قبل ما يموت وصاني بخي بدر، وبدر مات. شو صار لك يا زلمة؟ جنيت؟ أول مرة بحياتك بترفعي صوتك علي. هذا رزق أولادي يا أبو عامر، أبخلي واحد نصاب يسرقني. طيب خلاص خلي هالموضوع على جنب، بعدين بنحكي. أفي بعدين؟ لا يعني لا. الله يجيبك يا طولة البال. والله تقرف لك رقت ولا هالقتيار النعيس. والله انطلع بيدك ما تقصي. ما شو تضرب على الكباب؟ وش تضرب؟ ما هو ما يضرب بالقتيار، المهم ما يجيب اثنينتو. هو شريكي جاب اثنينتو قبل هاللطش. ولو مخشمك بالله. لك يا بهيمي كل لطش زياده ما يجيب وما تخسر. ولك هلا حاجة بربير، هي لعبة غشي. ولك دكنش الزفت، صار لك لسان يحكي. والله ما بتجي غير مع الغشي. ليك مين ما يحكي لي؟ ولك سطلي، صار لك لساني بلعي. احترم حالك ولد، لك عي في اوادم قاعدين. ولك صرماي، انت بدك تعلمني الاحترام هنا. والله انت بتطلع مين صرماي؟ ولك نسيت بدك بالدالي نتفتان. والله تعالى والله تعالى ابو العيد ابو العيد بطلي. والله يا جماعه يا جماعه طولوا بالكم وخلونا نحب بعضنا شوي. هل واضح وخلي ولك احترم حالك وحالك كل الحياه. ولك انا محترم غصب العمى. ولك خلص انت يا العمى بعينكم العمى. انا هون وعم تعملوا هيك شلون لو كنتوا لحالكم العمى ولا في رئيس نفر. والله العظيم والعز عايد يا سيدي، لاني برضي تلعبك شريكي يا ضلالي. والله اذا بتلحكي ضمير يا سيدي والعز هو البلد المشكله، لاني لعبتك شريكي وطعميتك الختيار يا بوش. هيك يا ابو العز، هي عشر مره بتتعادلوا مع بعضكم وكل مره بيطلع الحق عليك. اقسم بالله اذا بتجيني مره ثانيه عندي مشكله لحطك بالحبس وفرج عليك كل الناس. وانت يا ابو خليل، هي اخر مره بتلعبوا فيها شدي معك بالدكان يا اخي. اذا بتلعبوا بجهنم الحمراء لا عاد تلعبوا معك يا اخي. لا لا يا سيدي، بعرفك بتوقف مع الحق، ما ضغط علي. ابو العز الضبضب واحكي على قدك. اقسم بالله العظيم بعدين بحطك بالحبس وبفرج عليك اللي بيسوى واللي ما بيسوى. سيدي الا الله. الله ياخذ روحك، طلع من هون. طيب شفت معك يا سيدي؟ شفت معك بعد الصلاه تحط عندك بدك شو اللي بضربوني؟ لك ابو العز خلص العمى شو تريح؟ طلع برا للطبقه. اي والله اهلين وسهلين ابو العز، ميت السلامه، حلت علينا البركه. بالله انت يا استاذ فارس من الغوالي، وانا مو بس لاني بعزك جيت زورك لاسباب عديده يا سيدي. بتشرف بكل الاحوال، انت يا ابو العز من وجهاء الضيعه. اي والله انا فعلا من الوجهاء، ويمكن اكون وجه لحالي من بين كل اهل الضيعه. يا سيدي اللي بريحك انا معه. بالله يا أستاذ فارس، لو ما كنت غالي علي كتير كتير غالي، ها غالي كتير، ما كنت بدي أحكي. خير أبو العز، إيش اللي بدك تحكي؟ أنت يا أستاذ وجه من وجهاء المدرسة. مز المدرسة؟ منك من الضيعة تنقول إنك وجه فيها؟ يعني ضروري أكون الضيعة لحتى أكون وجه؟ لك أنا أبو حلب على سن ورمح، إيش بخيو سيد؟ ما علينا يا سيدي، هنا امبارحة انزعجت كتير 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 من هالقرب. وخليل ابو خليل السمان دكنجي الزفت. ايش هو ابو خليل؟ مين معقولي حمت اللزي نسر عنده ما يطلع دفتر الدياني وبلش يقرأنا فيه. شيب عيسى تنكة سمني بخمسة وسبعين، وشيب عمار جز علب متي بعشرين. لا عيب عيب. ف
فعلا عيب يا ابو العز، يعني بصراحة ما بيصير يفشي اسرار زبوناته. اي بالله فعلا ما بيصير يفشفشها. يا سيدي ما بيصير طاول طاول. ولك ابي احترم حدا، ولك حتى هنت، ولك هنت هنت ما انفدت. انا؟ ايه يا سيدي، قال الاستاذ فارس كل شهر بياخذ من عندي غراض بالجملة، وباخر الشهر حاسبني بنصين بس. قال شو؟ لانه استاذ بده ينصب علينا. هو قال هيك؟ شو خيي شايفك ما انحمقت؟ وليش بدي انحمق؟ يقول اللي بده يقوله، بس الحقيقة يا أبو العز إنه أنا بحياتي ما تدينت لا من عنده ولا من عند غيره. تفضل. يعني التهمة صارت ضرب اثنين. من فوق إنه ما يكذب موضوع الدينة، ما يقول إنك أنت نصاب. يا سيدي الله يسامحه. يا سيدي الله لا يسامحه. هالشغلة ما لازم تمرقها مرور الكرام. هلا بس تطلع من المدرسة بتمسح فيه الأرض تيتربى. هي مو طريقتي يا أبو العز. أنا ممكن أحكي معه بهدوء وأطلب منه مرة ثانية ما يعيدها. هيك يعني؟ بلا جرصة وبلا ما تتجمع الناس وتتفرج على بهدلته؟ لا يا أبو العز لا. إيش وتتفرج الناس؟ لك هاي شغلة بسيطة وبتنحل بسهولة. يا زلمة بهدلك بهدلتك ليه؟ أبو العز حاسب على كلامك أحسن لك. ها إيش بهدلك ما بهدلك وكريب ما بعرف إيش. عيب عليك تحكي معي بالطريقة. عيب. أنا آسف عندي حصة هلا. والله صرت وتصورت وصرت ما تعطي حصص. أبو العز إذا بتريد البنات عم ينتظروا وصار لازم يدخل على الصف. هلق صار الحق علي إني جيت قلك شو ما يحكي هالخبيث. خيو شكرا جزيلا منيح هيك، بس مرة ثانية لا عاد توصل لي شيء مفهوم؟ تفضل. ما تقلقني. بسيطة يا أستاذ فارس بسيطة. أعوذ بالله إيش يا الخلق. شو صاير للعالم؟ ما بقى فارقة مع عن شيء، لا كرامي ولا جحيش. وقد كنا نسمع انه حدا يحكي علينا بنص الصين نروح ندق بخوانيقو. هلق ابقى فارقة مع عن شيء، قال استيز قال. بي. بس انا بعرف الرجال الادمي يا ابو عامر، ابي ياكل حق حدا. حيجة تقول حق، ان شاء الله قبت حق. طولي بالكم عامر. شو خي ابو عامر؟ شايف النسوان ما تحكي والزلم ساكتي. ولكن تويح خير. ولا حرف. شوف خيي وسام، إذا بدك شوية مصاري كمساعدة تتربي هالصبع أنا جاهز. ولك خيي شو جاي تشحتكن أنا؟ أنا عم طالب بحق. إسا بقول حق. خلص هدي معمر. خيي وسام لا في لا دين ولا شرع بالعالم بيقول إنه إلك حق عندي، وإذا إلك حق عندي تاخده من جوز عيوني. بس هيك بتكون متراجع بحكيك قدام أهل ضيعتك. ها ولك يا خي الأرض للولاد، يعني ما بيحق لي اتصرف فيها. وبعد ما فكرت بالقصة حسيت حالي إني غلطت وتراجعت. هيك لك. إيه هيك يا ستين هيك يا. اسمع خي وبسام، يعني إذا بدك شي 5000 ليرة 6000 ليرة تمشي حالك فأنا جاهز يا خي. لا عمي لا، أنا ماني جاي تشحتك. الله يجيرك من الذنب، أبقى لك غير هيك. عرف عيونه العمى. يا اهل الضيعه يا اهل الضيعه، هم نصاب ابو عامر اكل حق خيو المرحوم بدر. ما تسمعوني واللي قالوا قدامكم ببيته تراجع فيه. بس ما انا مشكلي نتواجه، وعيب على ذقني اذا بخلي سيرته على كل لسان. وبجاه كل مين له جاه عند رب العالمين الله يصطفل فيه. وما بكون ابو بسام اذا بخليه يدفع الحق وهو ما بحق وما يلعب. ماشي الحال. منيحه البهدلة بالضيعة، اقسم بالله مستعد ادفع كل شيء بملكه بس ما حدا يمس كرامتي. يا رب سامحني سامحني اذا خطيت.
دخيل ولا اسمك سامحني. عن جد كل شيء تغير. بيطلعوا نفتش على الباص وبضل بنادي ساحه تذاكر 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 العمى يا دوب 3 4 يردوا عليها. السلام عليكم. اهلا 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 اهلا. ولما بتطلب هويتهم بتعلق بمشكلة إلى أول ما إلى آخر، وإذا ما طلبتها ممكن يكونوا كذابين تيتهربوا من الدفع. وحلها إذا فيك تحلها، شغل معدتي أقسم بالله. يا خي أبو عامر وشك أصفر مثل الليمونة. ها ما في شي، ما في شي، شوية تعب. ولك شو تقول شوية تعب؟ ولك ما في شي، خلاص أبو عامر خلصنا. وشك ما بتفسر يا رجل. انا رح اطلب اسعاف. ابو عامر يا ابو عامر ابو عامر يا ابو عامر. يا عمي وينه هالدكتور؟ الزلمي راح يروح بلدياتنا. يطول بالك، كل هودي قبل كي. تأخر بيي. يا انسه يا انسه بترجاكي، الزلمه وضعه تعبان، بوس ايدك خلي الدكتور يفحصه. لا يا سيدي، مشان صاحبك مره تانية يتعلم يحكي مع العالم. لك يخرب بيتك شو مفتري. طول بالك ابو علاء، طول بالك، بسيطه بسيطه اختي، الله يخليكي لا تزعل منه، بوس ايدك ها، لانه زلمه فاير دمه مش عارف فينا. شوف بنت الكلب، ولك ليش شكل ابو عامر عم يقطع القلب وما شفقت عليه الحيواني. قال ما رايك ترحمي؟ قال ولك هاي خرجت تكون بمسلخ. لك عيب عيب، طالي صوتك حش طالي صوتك، لك بهدلتنا وعقدت القصه كثير لانتهى. الزلمه ما يموت وبتقل لي لا تعلي صوتك. ابو عامر ابو عامر ابو عامر ابو عامر. كلوا انتوا يا امي، قوموا على قري، باكين رح يتاخر. بس ماله بالعادي، هو قال لك بده يتاخر شيء. ليكون مرق على السوق تجيب لي الدفاتر اللي وصيته لي. والله بجوز. طيب خلونا نيكي وبس يجيب ياكل لحاله، بالله مت من جوعي، ما بقى فيني اتحمل. يلا امي يلا يلا خيكي. انا رح استنى بيكي. لكن يا عمي لك العشق والغرام ابي انتي عند بيك وامك. كلي خيتي كلي.